نجحت من الجبلية بلا أمل، بدل لا بر ولا سكر ولا غاز، نحارب الحطب بسبب الحرب. احنا نازحين الآن في المنطقة هذه، لا زوجي يعرف يشتغل ولا هنا يعرف فيها بأي أمل، ده هو واقف هنا والعيال جياع. إن شاء الله نسوي تغذية، احنا نازحين في المدينة الخوخة ولا يعرف هنا يهاب أمل. المرض سوء التغذية الوخيم والمرض سوء التغذية بشكل عام موجود، بس ما كانش بهذه الصورة. هذه الصورة زاد الآن مع وجود عدد غفير من النازحين والظروف المعيشية التي يعيشها النازحين.